بتخفيضات تتراوح بين 20 إلى 30% على جميع معروضاته، افتتح اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء بوسط مدينة العريش معرض أهلا مدارس لبيع مستلزمات الطلاب استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد. المعرض تستمر فعالياته حتى 10 أكتوبر للتيسير على المواطنين وتخفيف العبء عن كاهلهم ومحاربة ارتفاع الأسعار وجشع التجار. هذا التقليد سنوي، وإن شاء الله كلنا نقضيه في السنوات القادمة. وطبعا الأسعار أنا بعتبرها من وجهة نظري مناسبة، رغم ارتفاع الأسعار زي ما أنتم عارفين عالميا، إلا أن برضو مازال معرض مدينة العريش على وجه الخصوص له سمة معينة، يعني يمكن الأسعار إلى حد ما معقولة. أنا عارف طبعا أن الحاجات غالية وجاية غالية، إنما مساهمة التجار دي عليها عامل كبير. ويأتي المعرض بمشاركة عدد كبير من العارضين وتجار الجملة والشركات التجارية لتوفير الأدوات المكتبية والحقائب والأحذية والزي المدرسي بأسعار تناسب جميع الأسر. النسب بتاعه الاسعار بتختلف من سلعه لاخرى، في بعض السلع التخفيض فيها 10% وبعض السلع 20. احنا اقصى تخفيض طبعا موجود 30%، انما بتتدرج حسب نوع الحاجه وحسب يعني صلاحيتها للعمل فتره طويله. المعرض تنظمه محافظه شمال سيناء بالتعاون مع مديريه التموين والتجاره الداخليه، حيث حرص المنظمون على التزام التجار بالمعرض على وضع لافتات على معروضاتهم بشكل واضح امام المواطنين توضح الاسعار مع الالتزام بالتخفيضات المتفق عليها. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري.